دخلت هذا الوطن بلدي في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمه الله جميعا، والآن في عهد الملك عبد الله. ربنا يعطيه القوة والسداد والتوفيق إن شاء الله، ويعينه بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن مستهدفون في عقيدتنا، نحن مستهدفون في وطننا. أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولخطباء المساجد، دافعوا عن دينكم وبكل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عمل إيجابي، ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة في خدمة الإسلام، ونقول الحق، ولا تأخذنا بالحق لومة لائم. فلنستعمل القنوات التلفزيونية، ولنستعمل الانترنت، وأنتم كل وقت تقرؤون فترون ماذا فيه. أرجوكم من الله عز وجل السداد والتوفيق.